اش غنقول لك، امتحان بدا شويه صعيب، الحراسه كانت شويه مزيره، ما يتعاملوش معنا هاد الناس هادو. غير كيجي كيوقف عليك بقى يفتشك بحال اللي زعما سارق شي حاجه. رمضان والناس صايمه وما ناعسين شي 3 ايام، ما كتبان راسك ما ناعسش وكثار، يعني من الاول رمضان وانت كتراجع كتحفظ كتجي الامتحان كيضغطوا عليك ما كيخليوكش حتى الراحه ديالك باش تعمل الامتحان براحتك. ما كاينش شي ظروف ما كيوفر لك شي ظروف اللي تقدر تخدم فيها، كيبقاو كيضغطوا عليك، بالعكس كيضغطوا عليك بحال اللي ما خصهمش تينا توصل داك الشيء هذا. مستوى الامتحان هذا العام جا ساهل، ماشي صعيب، هادشي اللي كاين. شكرا. لا ساهل، ماشي صعيب. الراي ديالي في الامتحان كان في متناول بعض الشيء، وكاين الامتحانات اللي طاحوا صعابين، ولكن الحمد لله قدرت انني نتوفق نجاوب على بعض الاسئله، وبعض الاسئله اللي ما قدرتش نجاوب عليهم ما توفقتش فيهم. الامتحان كان في متناول صراحه، اللي ما بغاش يجاوب داكشي اللي كنقراو تحط لينا في الامتحان. يعني ما كاينش شي حاجه صعيبه، شي حاجه اللي كانت؟ لا، كلشي كان في المتناول، والاساتذه كانوا في المتناول. الامتحان كان في مستوى زعما، ماشي شي حاجه يعني. الامتحان يعني رجعتي تكون رجعتي شي يعني، ما تجيبش النص. الامتحان في رمضان فهمتي زعما صعيب الصراحه، صعيب في رمضان، ما كتركزش شي، والصيام بزاف ديال الحاجات. مختلف بالنسبه للامتياز، راه مختلف بزاف. تينا صايم كتعرف بنادم صايم، وكاين بنادم عاود تينا عارف كل واحد وكيفاش. كاين بنادم بلي، كاين بنادم كيجيو اساسيين مقطوعين، فاه خصو عيف فوقاش دن المغرب شي فحال، فهمت؟ ما بدلا والو، ما بدلا حتى شي حاجه، بحال رمضان بحال، بالعكس احسن في رمضان كتكون الصيام وكذا. يعني كان قاصح شويش صراحه، هذا الله يعني ماشي شويش، من ناحيه الصوم والنعاس كيكون على قد، يعني الضغط كيكون كاين، والنعاس كيكون قليل على حساب بنادم كينعس مور السحور، يعني عايفك مع 8 ايام ما كتجيباش. بالنسبه للايامات ديال رمضان اللي فيها امتحان كتكون شويه مختلفه على الايامات العاديه، الانسان كيكون صايم شويه مهلوك، كاينه بزاف ديال الاثار السلبيه من هذه الناحيه هذه، وكاينه اثار ايجابيه ايضا، تغير الروتين ديالنا، كنجيو في الصباح كنوضو بكري ما كنعسوش بزاف، وكنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، والنجاح اي واحد كل ما كيتمنى النجاح. وشكرا مبروكه، وشكرا بزاف.